الرياح ايضا بتنخفض عن سطح البحر حوالي 276 متر. والحقيقة من كتر اهمية اريحة للعالم اجمع وللدراسات، دائرة المعارف البريطانية من ضمن المواصفات والصفات ونعتها ووصفها لأريحة بفلسطين العظيمة العربية الأبية، الحقيقة وصفتها في جملة من ضمن الجمل يعني عجبتني جدا جدا. قالت first step towards civilization، يعني أول خطوة تجاه الحضارة. تخيلوا، دي مدينة أريحة العظيمة العربية 100%. طيب ليه بقول مدينة عربية 100%؟ لأن تاريخيا أريحة، هنا بقى يا جماعة أهمية التاريخ. ممكن حد يطلع يقول لك إيه يا عم بسام، أنت بقالك كذا سنة عمال تكلمنا عن التاريخ وعن الآثار وكنا ومش كنا، طيب ده فايدته إيه؟ هقول له لا، ده التاريخ ده سلاح. تخيل، يعني زي ما يبقى فيه كده هوت الأسلحة العظيمة اللي استخدمت في انتصاراتنا العظيمة زي انتصارات حطين فلسطين، عين جالوت ضد التتار في فلسطين، كل الانتصارات اللي حصلت في التاريخ الإسلامي وكل الانتصارات زي انتصار العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر للجيش المصري، وأيضا كل إخواننا العرب اللي اشتركوا معانا في تحرير الأراضي المصرية في العاشر من رمضان السادس من أكتوبر 73 وغيرها من الانتصارات العظيمة، هتلاقي أن التاريخ يعتبر أيضا نوع من أنواع الأسلحة اللي تستطيع أن تقنع به وتجيش الجيوش وتقنع الناس اللي مش مقتنعة بقضيتك، تقنعهم تاريخيا كمان، يعني غير سياسيا واستراتيجيا واجتماعيا وكل ده، وتعليميا انت ايضا ممكن تستخدم التاريخ ان انت تقنع الناس اللي مش مقتنعين بقضيتك، لان ممكن حد يقولك ما تدخلنيش في السياسة، يعني اجنبي يقولك مثلا او كده يقولك ما تدخلنيش في السياسة، فتقول له طيب تعالى بقى، انت بتحب التاريخ وبتحب الاثار، تعالى ما اثبت لك حقية العرب وحقية الفلسطينيين في ارضهم، وان تاريخيا بما لا يدع مجانا لنص في المية شك او ربع في المية شك ان أريحة زيها زي القدس مثلا مدينة كنعانية قديمة. يعني القدس مثلا تم تشييدها الاف السنين قبل الميلاد عن طريق قوم يبوس، اسمهم كده قوم يبوس، اليوبيسيون. اليوبيسيون دول يا جماعة فانشأوا مدينة يبوس اللي هي اصبحت القدس فيما بعد، تسمت القدس فيما بعد. طيب مين هم قوم يبوس؟ دول كنعانيين، دول ناس عرب وكنعان بطن من بطون شبه الجزيرة العربية. فخلاص كده خلصت، كده هي عربية 100% منذ آلاف السنين قبل أن يأتي أي بقى حد تاني. أريحة مدينة كنعانية قديمة، أقدم مدن فلسطين، بيرجع تاريخها العلماء، في علماء بيقولوا أنها بترجع تاريخها إلى العصر الحجري، يعني ما قبل 7000 عام مثلا، وده اللي خلى البعض يصفها بأنها أقدم مدينة في العالم قائمة حتى الآن. بل لو كمان زودت لبعض الدراسات هتلاقي أن في ناس بتقول، ودي احنا بنتكلم هنا على علماء، يعني الناس لما بتتكلم بيبقوا علماء معتبرين، بيرجع تاريخها إلى حوالي، بصوا الرقم اللي جاي ده يا جماعة، 9000 عام قبل الميلاد. متخيلين أريحة الفلسطينية الكنعانية العربية 100% ومليون في المية، بيرجع تاريخها في القراءات التاريخية وبالإثباتات إلى 9000 عام قبل الميلاد، وبيرجع تاريخها كمدينة إلى إن هي مدينة كنعانية قديمة وهي أقدم مدن فلسطين زي ما قلنا. عندنا اقتراح تاريخي بيقول إن حتى اسم يريحو، إحنا عارفينها باسم أريحة الآن، ولكن الاقتراح التاريخي يقول في الموسوعة الفلسطينية أنها لو كان أصل الاسم بتاع أريحة يريحو، يعني ياء راء ياء
حاء واو دي كلمة كنعانية تعني القمر، وده ادى انطباع لعلماء او لدراسة تقول ان ربما كان في الازمنة الغابرة القديمة جدا جدا كان بيعبد في المكان دوت المعبود القمر. وفي اقتراح اخر بيقول ربما ان تسمية اريحة جاية من الاصل من اسم يعني مكان الروائح العطرية.